السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية الدينية الإسلامية. درسنا اليوم بعنوان الإسلام وتنمية المجتمع. في البداية كده هيبتدي يعرف لي يعني إيه التوازن وإيه أهميته في المجتمع. بدأ يقول لي من أهم خصائص المنهج الإسلامي التوازن بين متطلبات الحياة في الأرض من عمل وكد ونشاط وكسب، وبين عزل النفس عن أعمال الدنيا بعض الأوقات وهي خاوية القلب حتى يتصل بربه سبحانه وتعالى. يبقى تاني، من أهم خصائص المنهج الإسلامي التوازن. يجب على الإنسان أن يتوازن بين متطلبات الحياة في الأرض من عمل وكد ونشاط وكسب، وبين أن يعزل نفسه عن أعمال الدنيا في بعض الأوقات وهي خاوية القلب حتى يتصل بالله عز وجل ويتعبد ويكون على علاقة قوية بالله عز وجل. ولو حبيت أستشهد على ذلك قوله تعالى، نستمع مع بعض الآيات. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طيب، لو حبيت أفهم معنى قوله تعالى فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هو أمر من الله عز وجل لعباده بأن يتوجهوا إلى المساجد في سكينة وهدوء إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، وأن يتركوا تجارتهم وغيرها من أمور الدنيا. ونفهم من الآية أن الله عز وجل يريد من عباده أن ينتشروا في الأرض بعد أدائهم للصلاة طلبا للرزق حتى يعيش الناس حياة كريمة. ولقد قرن الله عز وجل ذلك بذكره كثيرا، وبين أنه سبب النجاح، ليؤكد سبحانه أن الأعمال الدنيوية لا تنجح إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل. يبقى نفهم كده أن الآية فيها دعوة من الله عز وجل لعباده أن ينتشروا في الأرض بعد أداء الصلاة طلبا للرزق حتى يعيش الناس حياة حرة كريمة. وربنا سبحانه وتعالى ربط دايما ذكر الله عز وجل بأنه سبب أساسي من أسباب النجاح، ليؤكد أن الأعمال الدنيوية لا تنجح إلا إذا كانت متصلة بالله عز وجل وخالصة لوجه الله. تعالى مع بعض نشوف سؤال المتفوقين. بيقول لي من خصائص المنهج الإسلامي التوازن بين متطلبات الحياة في الأرض وبين عزل النفس عن أعمال الدنيا، وضح ذلك مستشهدا على ما تقول بما حفظت من القرآن الكريم. أنا مستنية إجاباتكم في التعليقات على الفيديو. طيب، بعد كده بيقول لي كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة وانصرف وقف على باب المسجد فقال، كان بيقول إيه؟ اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وده طبعا بيدل على أهمية ترك البيع وترك التجارة من أجل أداء الصلاة، لأن ذلك يجيب الرزق ويجعل ربنا سبحانه وتعالى يبارك في رزق الإنسان. طيب، لو جه سؤال وقال لي متى تنجح أعمال الدنيا؟ لو أنا عايز أعمال الدنيا دي إزاي تكون ناجحة وإزاي أكون أنا ناجح في حياتي إذا كانت خالصة لله عز وجل، يبقى متى تنجح أعمال الدنيا إذا كانت خالصة لله عز وجل. طيب، بعد كده بيقول لي إن حب الوطن وهبنا الله إياه، فقد تربينا على ترابه وشربنا من مائه وتنفسنا هواءه وأكلنا من ثماره وخيراته وتعلمنا في مدارسه وجامعاته واستمتعنا بمناظره الطبيعية، لذا
أمرنا ديننا بتنمية ثرواته والعمل على رفعته والدفاع عن أهله وأرضه. يبقى طبعا الوطن ده أو حب الوطن دي هبة من الله سبحانه وتعالى، وحب الوطن ده وهبنا الله إياه. طيب ليه بنحب وطننا؟ لأن هذا الوطن هو الذي تربينا على ترابه ونشرب من مائه ونتنفس من هوائه ونأكل دائما من خيراته وثماره ونتعلم في مدارس وجامعاته ونستمتع بكل مناظره الطبيعية. لذلك أمرنا ديننا الإسلام بتنمية ثروات الوطن وتنمية ثروات المجتمع الذي نعيش فيه، وأن دائما نعمل على رفعته والدفاع عن أهله دائما وعن أرضه. طيب تعالى كده نشوف مع بعض سؤال متفوقين. السؤال بتاعي بيقول ايه؟ حب الوطن من الايمان، اشرح هذه العبارة مبينا كيف يحب الانسان وطنه. وانا مستنية اجاباتكم من خلال التعليقات على الفيديو. بيقول لي عن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وفي الحديث هنلاحظ إن هنا من قتل من أجل الدفاع عن ماله أو عن دينه أو عن دمه أو عن أهله فهو إيه؟ فهو شهيد. لذلك فإن الدفاع عن الوطن هو درجة من درجات الشهادة في سبيل الله. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هجرته من مكة إلى المدينة أنه نظر إلى مكة وقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. طيب منلاحظ كده من خلال الحديث دوت حب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى وطنه. فهو يقسم في هذا الحديث أن مكة هي أحب البلاد إلى قلبه، ولولا أن أهل مكة اللي هم المشركين أخرجوه منها ما كان يخرج منها أبدا. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، إلى أن نلقاكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.